يقول السائل: ما هي ضوابط الغيبة التي لا نأثم عليها؟ ليس هناك غيبة لا تأثمون عليها، الغيبة كلها تأثمون عليها، لكن هناك أشياء يباح ذكر الأخطاء لأجل المصلحة العامة، كأن تشتكي من شخص يماطل في حقك، تشتكيه إلى القاضي لأنه تقول مماطل، أكل حقي، ظلمني، هذا من باب الشكاية، فيجوز هذا لأنه يتوصل به إلى الحق، توصل به إلى الحق. يجوز أن تذهب إلى رجال الحسبة وإلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول إن فلانا يحصل منه كذا وكذا من أجل أن يتابعوه ويأخذوا على يده، هذا لأجل المصلحة العامة، المصلحة راجحة في هذا. نعم، فإذا كانت المصلحة راجحة على المضرة فلا بأس. نعم.